مرحبا بك ومرحبا بجميع مشاهدي ومستمعي موزايك إذاعة موزايك. نحب في بداية كلمتي نحيي الإذاعة المتميزة ونبارك للصحفي الحر خليفة القاسمي يعني إطلاق سراحه، وهي رسالة مهمة أن الإعلام التونسي لا يدجن ولا يسجن ولا يكون تحت التعليمات، لأنه الإعلاميين عندما يتمسك بمصدره ويحمي المصدر متاعه فهو يحمي ضمير الصحفي وأخلاقيات الصحفي. مشاركتي هذه، أنا مقيم في الدوحة وأنا نائب على التونسيين الموجودين في دولة قطر والعالم العربي بقية دول العالم. كذلك أنا معناها مشارك دائم في منتدى الدوحة. منتدى الدوحة يجمع كبار صناع القرار والمجتمع المدني الدولي وكذلك كبار الإعلاميين والصحفيين والمؤسسات الإعلامية، فهو منتدى للحوار، وكل تونسي وتونسية سواء كان رجل أعمال إعلامي رجل سياسة برلماني لا يجب أن يغيب على منتديات الحوار، والحوار هو السبيل الوحيد لحل كل الإشكاليات. هذه الدورة 20 وتميزت مرة أخرى الدوحة أنها بعثت رسائل للعالم بأنه ما يمكنش نحل مشاكل العالم بعد الكورونا وبعد الحرب إلا بالحوار، وما يمكنش نحل مشاكل العالم إلا إذا أنصتنا للفقراء واللي ما يفكر فيهم حد واللي عددهم والجوع عددهم تصبح كبيرة جدا، وما تكريم الشابة الغفرانية التي تعمل من أجل يعني التنمية في بلدها والمرأة الأفغانية إلا رسالة، وكذلك أنه الديمقراطية هي الحل وليست الشعبوية. هذه ثلاثة رسائل، وأنا سعيد بأن نكون هنا وموجودين مجموعة من النواب وموجود مجموعة من الإعلاميين. سعيد أني أكون هنا ومثل مجلس نواب الشعب اللي بإذن الله سيتحمل مسؤوليته كالعادة ويكون دائما ضمير هذا الشعب وضمير هذه الأمة. بالنسبة للوضع السياسي في تونس حاليا، باش يكون من بين المحاور اللي أنت ممكن تتطرق لها إن شاء الله في المشاركة متاعك هذه؟ لا، احنا معناها بالنسبة للمنتدى هذا ما عندناش محور التونسي، ونحن أنا من يوم 25 جويلية من يوم 26 جويلية أنا رجل دولة أحترم الدستور أحترم القانون وأحترم النظام الداخلي. كل القضايا التونسية أو اللي تتعلق بمجلس نواب الشعب أتفاعل معها مع الهيئات البرلمانية سواء كان البرلمان العربي البرلمان الإفريقي أو البرلمان الدولي. فحتى زيارتي للولايات المتحدة اللي عملت معناها تلك الضجة كانت من خلال زيارتي لنيويورك وواشنطن من خلال الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة. عملنا مع الأمم المتحدة ولا مع الاتحاد البرلماني الدولي مسألة شرعية ومشروعة. ما دام البرلمان لا يزال يتمتع بالصفة متاعه نحن نقوم بذلك من أجل البحث عن الحلول على الإشكالية الموجودة الحالية والانسداد السياسي الموجود، وكذلك حماية زملائنا وزميلاتنا البرلمانيات. للأسف البعض منهم يتعرض لانتهاكات جسيمة في حقوقه من أجل تدوينه أو معناه من أجل العمل متاعه. أستاذ ماهر، أنت خلال زيارتك لنيويورك أكدت أنه البرلمان التونسي باش يعود للعمل قريبا، كان تعطينا أكثر تفاصيل على النقطة؟ يعني احنا باش نكونوا أكثر دقة، البرلمان التونسي معناها كانت يوم 26 الساعة 10 26 جويلية 2021 الساعة 10 صباحا كان لدينا اجتماع لمكتب المجلس أمام معناها باب نتاع البرلمان، وأقرينا أن المكتب المجلس أقر المجلس في حالة انعقاد دائم. اثنين، ما بين 26 جويلية إلى 27 جانفي 2022 عملنا الاحتفال بالذكرى الثامنة لختم الدستور. في الأثناء كثير من الأشياء وقعت، والحقيقة كثير من الانتهاكات والأشياء اللي احنا ما نحبوش توا نحكيو عليها نحن كما نقولوا في بلاد برا، لكن ما حبينا أن ما صارتش، لأن المواطنين البرلمانيين ما هم إلا مواطنين. الآن هناك نقاشات عميقة ومعمقة من أجل يعني عقد مكتب مجلس في أقرب الآجال وعقد جلسة عامة لمجلس نواب الشعب
لتداول المسائل الدستورية والقانونية والاقتصادية، ولأن يكون لمجلس نواب الشعب ولو عن بعد يعني رأيه في حل الأزمة التي تعيشها تونس. تونس ما يعني حقيقة في وضع صعب، ما يمكنش يتحل هذا الوضع إلا بتكافل الجميع الكل، سواء كان الآن سيد رئيس الجمهورية أو الناس الموجودين في المعارضة. ديما الناس تقولها، ناس تحارب روسيا وأوكرانيا بالسلاح بالكذا ويجلسوا يتحاوروا، احنا ما لا عندنا سلاح ولا عندنا مشاكل ولا عندنا، يجب ان نجلس ونتحاور، واذا معناها تم حاجات كل واحد طيح من ذاته باش تحيا تونس، لانه هذاك هو مع الديدان بتاعنا.